أهلا بكم، إليكم تفاصيل جديدة حول الفيديو الذي نشر عن الفتاة المنقبة. مصادر محلية أكدت أن مصور الفيديو خارج المغرب. قبل ما ندخل في التفاصيل، لا تنسوا الاشتراك معي في القناة والضغط على زر لايك للتشجيع وتفعيل جرس يصلكم دائما جديد. لا يزال شريط الفيديو الذي يوثق لحظات حميمية بين فتاة وشاب بتطوان يثير الجدل، وخاصة بعد اعتقال الفتاة إثر تداول الشريط المرئي على نطاق واسع. ووفقا لمصادر محلية، أكدت أن شريط الفيديو الذي تسبب في توقيف فتاة عشرينية ووضعها رهن الحراسة النظرية ليس بجديد، وإنما يعود لسنة 2015. وأفاد مصدر أن الشاب الذي قام بتصوير شريط الفيديو المتعلق بتوثيق ممارسته الحميمية مع الفتاة الموقوفة يقيم خارج المغرب، وأبرز في سياق نفسه أن الفتاة الموقوفة صدمت من نشر الفيديو، وذلك إذ أنها بدأت حياة جديدة من خلال الزواج وإنجاب طفلين. وأوضح المصدر في سياق نفسها أن الفتاة ستعرض غدا على أنظار السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لتطوان لتقرير مصيرها. وكشف أن الفتاة الموقوفة لم تعد ترتدي النقاب الذي يتم التركيز عليه بهدف تشويهها، وقال إنها نزعت الحجاب في وقت سابق. ويأمل عدد من النشطاء في أن تتمتع النيابة العامة بتطوان الموقوفة بسراح مؤقت مراعاة لظروف طفليها ونظرا لما لحق بها من تشهير. الجدير بالذكر أن أمير رغيب الخبير في الويب ومؤسس مدونة المحترفة تطوع لحذف شريط الفيديو من جميع المواقع الإباحية